شرفونا أحبابنا. حبينا نرحب فيكم مشاهدينا بطريقة فنية ومميزة مثل حلقتنا الليلة. الحياة فيها كتير مفارقات، الواحد بيفكر حاله طالع بيكون نازل، بيفكر حاله رايح بيكون راجع، وأوقات بيعملوا فينا مقلب، بس ما لازم نزعل، لازم ناخدها بمسحة. هون مرحبا. عم تسكي اسمع، بس بدي احكي، بس خليني احكي. انا بحبك انا. الو كيفك؟ شو استاذ ممثل والاستاذ عمار؟ اهلين استاذ، كيفك؟ اهلين، كيفك؟ الصحة؟ والله الحمد لله. اي والله استاذ بسيطة. يا الله يخليك. اطلب لك قهوه؟ اه ساعه بتسكر الخط، ساعه من خطبة. في خطبه يعني؟ طب خلص خط، شو بدك؟ بدي فيها شو اذا من هلا عم برجع لك راسك، شو بدك؟ والله اللي بحب بصير ممسحة يا أساس. حب انك تحب حالك، عفوا عم تحكي بهالطريقة، بس انه هالموقف اللي شفتك فيه ما برضاه لحدا. بحب بس انه ب 34 يوم حلك تحب هالقد يوم. أستاذ يجوز ما تصدق، أنا بعد ما شفتها بثلث ساعة، ثلث ساعة دون مبالغة حبيتها البنت. في هلا شو شافك لهون؟ أهلين كيفك؟ اهلين استاذ، مرحبا خان. اهلا هذا شو صار؟ بعرفك الاستاذ عمار. اهلين، شو صار؟ شو صار معك؟ صديقي. لك شو صار معك انت وبنيتك؟ خبرني. ها؟ ما بعرف كثير. شو ليش مزعلها؟ ما مزعلها يعني. انا شو مزعلان؟ لك هيك سمعت مزعلها. شو 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 عم بسوي لها انا؟ شو سويت لها؟ معقول شو كحيان؟ طيب جاي من الشام لهون. اي خلص ما في مشكلة. لا بدي اياها ما تزعل، جاي من الشام لهون. لك يا رجل ما جايب لها ورده بايده. شغله بين بعضهم يعني، بركي متفقين. فهمنا الجربنه بالمعقول. قالت لي عم سكر بوشه. للموضوع وقف عهديه؟ لا لا، بركي جايب لها هديه بده يعطيها لها وانت ما يعطيها لها. بركي جايب لها هديه وجايب لها هديه، هو جايب لها هديه مش جايب لها. انا لا ما جبت لها. هلا انت بدي جبلها ايه. هلا فاهم علي، ما بيفيدك كل هالوسايط، كل يوم بتجيب لي زلمه شكل. شو زلمه؟ الاستاذ عمار. هلا ماشي الاستاذ، بس انت كل يوم بتجيب لي واحد مشان يتوسط بالموضوع، ما بدها مضبوط. لما انا اخي اسمح لي احكي شوي، اسمح لي انا احكي. ايه تفضل انت اخ. انتوا هي الزلمه بدكم اياه ولا لا؟ انا ما بتفرق معي شو يعني، هو وغيره بدي يتجوز يتجوز ولا يتجوز. بدكم اياه الزلمه؟ انت خاله؟ ايه قال لك هو يعني عنده خال من عمره؟ قال لي خالي من عمره. ايه انا
له قرايبين انا هون. ايه 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 استاذ خالي. ايه نحن استاذ اسمع لك شغله، ما عندنا اعتراض، بس هو بخيل وكحته. ايه احكي انت من رقمك، هي بتعرف رقمك. ايه طبعا بحكي معه. هلا الزلمه هون بده يبطل، خليها تجي. لا استاذ لانه صرت حاكي من عندي كثير، لعندها فوق العشر مكالمات. دق لها شو بدك؟ قل لها دق لها، انا بدق لها من خطك. شو قل لها؟ شو قل لها؟ لانه هو بحبك كثير. ايه وسامحيه يعني اذا بدر منه شيء. طيب دقيقة رح احكي لك اياها. شو بدك تسيبك؟ شو عملت؟ الو مرحبا حبيبي. قال جيب خالك وتعال. فشرت. قوم اخي قوم. شو اخي؟ نطلع لعنده، نطلع على البيت لعنده. نروقهم وهذا يعني. بصراحه قالت لي تعال خذ الخواتم، اذا ما بيجي خاله هلا بدك تاخذ الخواتم. لا 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 امشي معنا. لحظه ادفع لك نص ساعه زمان عن جد. الله يخليك اذا صار بالشغله خواتم. رضوان يا ابن اختي روح. ما في داعي لكل هالقصص. وقت اللي اجى طلبه ما هيك؟ انا ما كنت موجود. فما في داعي هلا انا اكون موجود. هلا فكرة شو اللي خلاها هي هيك يعني دين شوي؟ لا لا خالي عمار بيروح معنا. قلت لها خاله بتطلع معنا معلش ما بيأثر. قوم لهلا شري 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 دقيقتين. قوم لهلا قوم قوم بنحاكيها. وينك يا بنحاكيها انت وينك؟ بيتهم بيتهم قريب. ما بتمون على خالها؟ ايه قوم خلص عمار. حاكي لك يا طلعتيني التليفون دقيقتين. طب بدي اعمل اتصال عندي موعد بدي اكسبك فنجان قهوه. لك حبيبي انا بضيفك قهوه هلا كل يا زينه هلا بشكل لك اسهرتي كله التسعه. بتشوفهم بيتكلموا عليك وبيتعرفوا عليك وبتشوفهم. قوم اول انا معي ساعه. بقول لك شغله اول شيء اعطيني اعتذر. بدي 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 اكسبك. انا حابب اكسبك بينتك يعني يعني مفاوض مرتب يعني. انت يعني بيحب يصلح ذاته البين استاذ خالي عمار ما في منه. اسمعني الله يخليك يا سيد عمار. انت شو رايك فيه؟ والله انت انا بالنسبه لي شو بدي اعيش معه؟ يا اخي ايه ينباع بالعزا هو وياها. نحن بنخلص من وحده. ايه مش انا موكل بالقصه؟ ايه بدنا نطلق. لا يا لا يا لا يا عمار لا خالي خالي لا الله يخليك خالي لا يا خالي انا بروح ببساطه بجيب الخواتم واجي. نحن مش كاتبين كتاب بدنا نطلق. 32 يوم خالي يا سلام. شرف معي شرف معي. استلم الخواتم ويا دار ما يخليك. بدنا نطلق وخلي الخواتم. لا يا خليك كبير يا زلمه. قلت ناس قبضايات بفوتوا البيوت من البوابة. ايه ابو الزول بيقولوا لي انا متبري منك. لا يا خال لا متبري منك. لا يا استاذ معلش اطلع معي اطلع معي. لا يا خالي لا ما بتمون على خالة. قوم خال قوم شري اسمك لابس بعدين هيك هدول. لا قوم معي. تطلع بسيارتي ما بسيارتك؟ عود هلا طب نطلع بسيارتك صار. يلا امشي شرفوا شرفوا تفضل. قوم سيد عمار قوم. قوم لهلا سيد عمار. يا سيد عمار يلا قوم لا قوم. معلش هلا امرقه على اي دنيا هيك شغله. جيبوا بايدكم شيء هذا وتعالوا مشان تكون يا عيني عليك يا خال. ها تكون الامور رايقه ومنروق الجو ومنصالحهم مع بعض وتستمر الخطبه. انت يعني لحلح حالك شوي خفف لي هالجربنه. معقول ليك خالك شو قبضاي وكريم؟ لا معه حق ولو يا زلمه مش جايب برازق يا زلمه. اي شغله بس هيك بتجيب لها اياها. بس ممكن اتصل من تليفون انا مشان ما تملص. ايه؟ بدي اخذ الجوال مشان تلحقوني. يلا يا استاذ شرف. ايوه عن جد يلا شرف خالي. وين شرف؟ عود يا خالي يا خالي بدنا نروح لعنده. لك عود خي عود شرفته ساعتين زواج العمار. قوم لنا نص ساعه روح نص ساعه رجع. استاذ الله يخليك. عود هونيك عود هونيك نص ساعه عود هونيك نص ساعه روح نص ساعه عود هونيك. عمر انا وين؟ هون مطرح ما كنت عارف. نص ساعه روح نص ساعه روح نص ساعه رجع. خالي انت ما بدك تصالحهم مع بعض؟ طلع بالتليفون. انت ما بدك اول شيء طلع بالتليفون كمان. انت مثل طلعت هلا خايف على التليفون؟ خايف على حياه زوجيه كامله يا خال. طول بالك. لا اله الا الله يا خالي طول بالك. معلش ما راح ياخذوا ما بياخذوا. انا سبقنا دق لي على البيت خلوني انا كثير صرت دايق اليوم. دق منه هات
اتركنا خليني احكي انا وياه لحالنا، روح انت كذب شو انا حاصل مشوار والله، معلش خليني اصل، خليني اصل، خليني اصل بس جيب لك، جيب طول بالك اعطيني انت اللي هي انا بروح خلص كنا بس اوصل لعند عم بيرن، عفوا انا برد لك ما عليك، ما بترد على شيء، انا برد لك كلمتين، نحكي كلمتين مع الزلمه بقول له مو فاضي عنده موضوع خطبه و التليفون احلى خال بتلاقي اشياء كثير عرفتي ومنوعه باسعار كثير منيحه، ايه هلا بتجيب لماما هيدا الحلو. بدك شو قصدك؟ يا الله نقزني نسينا دين، بس ساره مسرز بلاقي، شفتي شفتي ساره مسرز من البواب، انا بدك ليه مسرز من البواب؟ شو فيها باب بتقربي بيفتحوا بتفوتي قربي نادين، ما بعرف ليه شو. طب ليك بخبرك ليه، بنقطع بسرعه من حده ليك شفتي. طب ها هلا بخبرك، قربي لقلك ليه. بتعرفي المثل شو بيقول؟ شو بيقول؟ توب العيري ما بيدفي، وإذا دفى ما بيدوم. بعرفه. لوين بدك توصلي؟ عم بتذكر حالي بمواقف كتيرة، ولا مرة استعرت أو عرت شغلي إلا وصار معي مشكلة. بسيطة، ما بيستغني الأمر، يعني الواحد أوقات بيضطر. أوكي أنا معك، بس الواحد لازم يتحمل النتائج، بيروح رياضية. بالله بليز معك ألم؟ شكراً، شكراً عفواً على حضورك رضوان. تمام، إيديك على الرسالة. فتعال، خلاص فتعال بكفي. وقد حصلت على العمل المطلوب. شكرا. لا دقيقة، إذا أردت خلاص هلا ما في مشكلة، مكتب له واحدة ثانية. إذا أردت تأكيد وشكرا لحصولك عليه وشكرا. هلا مشي الحال وتفضل بقبول الاحترام فاضل السامري.
صديقك وشكرا ومع سلامة. لا تواخذنا كثرنا عليك. وأخوك في الصف السابع ونجح على التاسع. حبيبك رضوان. Excuse me, you have been because I want ما في. فأنا خلاص في حديقة تشتري ما في حديقة. على هذا الصنيع الجميل. خلص اخذ العلم. ايه بس نسيت اقول له، نسيت اقول لك انه انا مشتاق لك. معك قلم بالله؟ اخرتك ما؟ تشرين هنا؟ تشرين. فأنا ما خلص. تفضل اخي. شكرا. الله يسلمه ايديك على هذه الكلمات. اخوك تفضل. الله المعزرة. يسلموا ايديكي. بس اكتب لي يسلموا ايديكي على الزيتون. حبيبك رضوان. وين الرساله؟ هل... لك وشكرا. هلا بتقدري تقولي خلصتي؟ شكرا. لا لا خلص. شكرا على حضورك. كمل تعجل يا كمل كمل. طيب اقول لك شغله. اسمح لي اهديك القلم. اسمح لي اهديك القلم. اسمح لي اهديك المقلب. شكرا كثير.
ليك حبيبي عليك وهي لما بس هي اخر كاميرا الخفيه لا تقلي ولا تقلي كانت قصة حلوة كتير باي 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 يا حلوين باي 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 يا حلوين.